هذا وتوالت ردود الأفعال المرحبة بتوقيع طرفي النزاع في السودان على إعلان جدة، مشيدة بجهود الرياض وواشنطن لحل الأزمة السودانية. فقد رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالإعلان، وأثنت على جهود السعودية والولايات المتحدة في هذا الصدد، معربة عن أملها أن يسهم الاتفاق في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والوقف الدائم لإطلاق النار. من جانبها أعربت دولة الكويت عن ترحيبها بإعلان جدة من أجل حماية المدنيين في السودان وتسهيل العمل الإنساني لتلبية الاحتياجات الطارئة. كما أعرب الأردن عن أمله بأن يمثل الإعلان عن اتفاق جدة خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى تسهم في عودة الأمن والاستقرار للسودان. أما جمهورية مصر العربية فقد اعتبرت الإعلان خطوة مهمة تسهم في توفير الحماية للمدنيين من أبناء الشعب السوداني الشقيق. بدورها أكدت ليبيا أن الإعلان يمثل خطوة شجاعة من طرفي الأزمة للالتزام بحماية المدنيين في السودان. كما ولقي إعلان جدة ترحيب من عدد من المنظمات، حيث أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أمله بأن يسهم اتفاق جدة في الوصول إلى حل سلمي شامل ودائم في السودان. وفي السياق ذاته رحبت الجامعة العربية بتوقيع طرفي النزاع في السودان ودعت إلى الالتزام به، مشيدة بجهود المملكة وواشنطن في هذا الصدد. كما وأكد البرلمان العربي أن إعلان جدة هو خطوة مهمة لحقن دماء الشعب السوداني، داعيا طرفي النزاع إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه من تعهدات. بدورها رحبت الأمانة العامة للأمم المتحدة بتوقيع طرفي الصراع في السودان على إعلان الالتزام بحماية المدنيين وضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية.